سبب التضخم هو محق. التضخم كان سيئا، هو سبب التضخم وقتل العائلات السود وعائلات الأسبانيين. لا يستطيعوا شراء المواد الغذائية، سعر المواد الغذائية تضاعف ولا يستطيعون أن يعيشوا. هو سبب هذا التضخم. أنا أعطيته بلاد لا يوجد فيها تضخم، كانت مثالية. كل ما عليه عمله أن يترك الأمور كما هي، ولكنه دمرها بكل هذه الأموال التي ألقيت عبر الشباك. هو سبب التضخم. وحقيقة الأمر أنه ألحق الضرر بالسود، وملايين الناس دخلت عبر الحدود وأخذوا الوظائف. كان يمكن أن يكون 18 19 20 مليون أخذوا وظائف السود والأمريكيين من أصول لاتينية، وسوف نرى شيء أسوأ. شكرا رئيس بايدن. لم يكن هناك تضخما لأن الاقتصاد كان سيئا جدا، هو قضى على الاقتصاد الأمريكي، قضى عليه، لذلك لم يكن هناك تضخما، لم تكن هناك فرص عمل. نحن أنشأنا ملايين فرص العمل للأمريكيين من كل المجتمعات بمن فيهم الأقليات، وقدمنا لهم الرعاية الصحية للجميع، وأيضا قدمنا إعانات مادية الأسر وهو يريد أن يقضي عليها. حاول أكثر من مرة القضاء على الرعاية الصحية ولم يفعل، لم ينجح. أن يقول إننا لم نتصرف كذلك فيما يتعلق بالشرطة، نحن زدنا من أعداد الشرطيين في أمريكا. هناك الكثير أنجزناه، ولكنه هو كان مسؤولا عن التضخم لتصرفاته وتعاطيه مع الجائحة. هناك تحد آخر وهو أزمة المناخ. في العام 2023 كان أسخن عام في التاريخ، والآن نعاني من الحرارة المرتفعة والحرائق البرية وارتفاع منسوب المياه. الرئيس ترامب، أنت تعهدت بإنهاء مبادرات المناخ للرئيس بايدن، ولكن ماذا ستقوم به لإبطاء هذه الأزمة؟ ما قاله بشأن الشرطة، وتقريبا كل مجموعة شرطة في البلاد من كل ولاية تدعم دونالد جي ترامب. تقريبا كل شرطي، وما فعله للسكان السود فظيع، بما في ذلك أنه لعشر سنوات أسماهم من القساة. وما رأوه والإصلاحات في نظام العدالة الجنائية وأيضا المدارس المخصصة للسود، لقد قمت بتمويلها. وكما تعرفين تيم سكوت قام بعمل رائع، سيناتور عظيم من ساوث كارولينا، جاء بالفكرة، كانت فكرة عظيمة، وكان هذا واحد من أفضل القوانين الخاصة بالتنمية الاقتصادية، وأفضل أو أكثر المستفيدين كانوا من السود. لهذا الأرقام، أرقامنا معهم ممتازة. أنا قرأت هذا الصباح أن هذه الأرقام كانت الأحسن. هو خسر الكثير من السكان السود لأنه قام بعمل سيء لمصلحتهم وعمل سيء للأمريكيين وصول لاتين. عندما ترين هذه الملايين تأتي إلى بلادنا وتأخذ الوظائف ولم تري أي شيء بعد، هذه كارثة. 38 ثانية متبقية. الرئيس ترامب، هل تتخذ أي إجراء كرئيس لإبطاء أزمة المناخ؟ أنا أريد مياه نقية وأريد هواء نقي، وكان هذا متوفرا، كان لدينا أفضل الأرقام على الإطلاق، وكنا نستعمل كل أشكال للطاقة، كل شيء. ومع ذلك خلال سنواتي الأربع كان لدي أفضل أرقام بيئية على الإطلاق، وكبار المسؤولين البيئيين أعطوني هذه البيانات قبل أن آتي.